بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. ناكل ونفرح لان ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. الاحد الثالث يا اخواتي من الصوم المقدس الكنيسه بتسميه احد التوبه، لان زي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الصوم ان غايه الصوم هو التوبه، والتوبه هي رحله الانسان الى الابديه. التوبه مش في وقت معين، لكن التوبه هي حياه. لذلك اباء الكنيسه وضعوا في الحد الثالث اروع معلم عنه السيد المسيح له كل مجد عن التوبه، وهو مثل ابن الدار. كان ممكن المسيح علشان يخوف الناس من الخطيه ويعلم التوبه كان ممكن يختار مثل يجسم فيه بشاعه الخطيه ويجسم فيه العقاب اللي منتظر الخاطي، لكن السيد المسيح سلك مسلك اروع ما يغير الانسان ويخليه يحب ربنا اكتر، وهو انه كشف لنا ابوه الاب السماوي. في المثل ده يبين لنا قد ايه الاب السماوي يحب الخطاه، وان الاب السماوي يشتهي بل يدبر طريق كل انسان خاطي لكي يحوله من خاطي الى انسان تائب. اروع في المسيحيه يا اخواتي انها كشفت مدى حب الله للانسان، ويمكن خصوصا في مثل ابن الضال اللي كلنا عارفينه عن ظهر قلب. يعني لو نراجع كده احد الكنيسه، يعني اذا كانت الكنيسه في الاسبوع الاول علمتنا ان الصوم في الخفاء وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه، وان الصلاه في الخفاء وابوك هو الذي يجازيك علانيه، والصدقه في الخفاء وابوك الذي يجازيك علانيه، يجي الحد الثاني تجربة على الجبل الكنيسة تقول لنا ان في مشتكي يشككنا في محبة ربنا لينا، فيأتي الاسبوع الثالث يكشف لنا قلب الاب السماوي. ما هذا الاب اللي انت كنت متشكك فيه في الاسبوع الثاني؟ هذا الاب احنا واخدين عنه فكرة مغلوطة وغلط، هو الصعب الجبار اللي يعني بيقطعنا لو عملنا خطية، فالإنسان يخاف. لكن لما يجي ربنا النهاردة يدينا مثل زي كده ويورينا قد إيه الآب، زي ما هنتكلم بعد كده كان مشتاك لرجوع ابنه، هنعرف قد إيه إن الآب ده إنسان حنين، إله حنين جدا. فيأتي هذا الأسبوع ويكشف لنا ما مدى حب الله للإنسان. يمكن لو عايزين نفهم المثل شوية، في قصتين في العهد القديم يورينا نفس تقريبا الفكرة دي، قد ايه الاب بيبقى يعني مشتهي ان ينظر الى ابنه وانه يشوفه مرة تانية. يمكن القصتين يعني بهتنين قوي كمان بالنسبة للاب السماوي. القصة الاولى كانت في سفر التكوين، لما يعقوب عرف ان يوسف ابنه مات بطريقة او باخرى، اخوات يوسف فهموا يعقوب ان ابنك مات. شوف منظر يعقوب في هذا الوقت، عاش سنين صعبة جدا كما لو كان ميت. وبعدين زي ما انتم عارفين الحكاية في الاخر خالص في اخر سفر التكوين يكتشف يعقوب ان ابنه عايش ما ماتش. يقول الكتاب المقدس انتعشت نفسه فيه، انتعشت نفسه فيه، يعني كما لو كان ميت فعاش. هذه صورة بصورة بهتنة جدا لانتظار الأب لابنه ومحبته لابنه. كان يعقوب ميت وعاش برغم ان هو كان يوسف هو اللي ميت وعاش. المشهد الثاني في سفر صموئيل اللي يصور لنا قصة من أجمل القصص أيضا في لقاء أو في حنان الأب لابنه، قصة داود مع ابنه أبشالوم. في سفر التكوين يكشف لنا قلب داود، لكن في سفر صموئيل يكشف لنا اللي عمله أبشالوم في أبوه زي اللي عمله الابن الضال في أبوه، وشفقة أبوه بالرغم من أن أبشالوم قطع قلب أبوه في اللي عمله فيه، ولكن برضو داود فضل لحد النهاية وقلبه مشفق على داود، على أسف على أبشالوم.
يجي أبشالوم يثار على أبوه وعايز يعمل ثورة وياخد معاه عدد من الناس وعدد من الجيش ويبتدي يحاول يحارب أبوه. ده مش كده وبس، ده يعمل عمل وضيع جدا، لأن أبشالوم اتجع مع زوجات داود أبوه، زوجات اللي هم يعني زي الـ 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 ها السيار الـ يعني السراي بتوعه. تتخيل بقى لما تيجي واحد يعمل كده في أبوه بقى إيه الموقف؟ فطبعا يجي المملكة هتضيع، فيضطر جيش داود يحارب جيش أبشالوم. يقف داود على باب الخيمة وكل عسكري كده طالع يقول لهم ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. ايه ده؟ ايه مدى محبة هذا الأب لابنه؟ ابني ابن يهو في الحرب وبعدين يقتلوا أبشالوم، يجي عسكري يقول لك ايه، انا عايز اروح افرح قلب الملك. في قائد الجيش يقول تفرح قلب الملك بايه؟ ان احنا موتنا العدو، موتنا ابنه أبشالوم. يا سيدي ما ينفعش الكلام ده، يعني ده مش وقت يعني انك تروح تفرحه، تفرحه بايه يعني؟ تاني يفتكر يقول لك ايه، يقول لك لسن ايه، يكون القائد عايز بقى هو اللي ايه يبلغ داود بقى الخبر الحلو ده، لا انا اروح انا الحق واروح انا افرح بقى قلبه بقى، يديني حاجه كده ولا حاجه. فيروح علشان يقول له ان ابنك مات، فداود يصنع مناحة. الكتاب المقدس يقول ايه؟ داود يقول ابني أبشالوم، ابني أبشاليم، يا ليتني مت عوضا ايه عنك. وجزء كده حلو كده في الكتاب المقدس يكتب شاعر على أبشالوم، ده اب الجسد مهما كان في النهاية، اهو في محدودية في القصة، في محدودية الجسد، لكن الاب السماوي حاجة كمان ليس له حدود في حبه لابنه، واحنا اولاد ربنا. فشوف القصتين البهتانين دول والمثل ده، شوف يبين لنا قد ايه محبة الاب، لكن ده اب جسدي، وفي مالك بقى الاب السماوي اللي محبته غير محدودة. علشان كده النهاردة عايزين نلغي من فكرتنا موضوع ان الشيطان يحسسك بان الاب ده قلبه فظيع، وانك لو عملت خطية مش ممكن ابدا يرجعك، وهتقابله ازاي، وهتوري له وشك ازاي. هو ده الهدف من ان الشيطان، ان هو يجعلك بدون امل وبدون رجاء في المسيح له كل مجد. المسيحية حبيبي ابعد خالص عن الفكر ده، والهنا مش خالص كده خالص، والفكر ده فكر مغلوط. كل ما هناك ان الخطية بتجعل قلب الاب مكسور، انت بتكسر قلبه، لكن برجوعك اليه بتحول له الفرح. شوفوا الآية الجميلة تقول ايه، هكذا يكون فرح امام ملائكة الله، هكذا يكون فرح امام ملائكة. طب الملائكة دول مش شايفين ايه؟ ما الملائكة دول قاعدين واقفين قدام وجه الله، ها انت لسه تقف امامك الوف الوف. لما احنا بنتوب الملائكة بتفرح ليه؟ ما شايفة وجه الله، شايفة الله يفرح فتفرح. يعني كل الملائكة كل السماء تفرح لما إنسان يتوب. ده قلب ربنا بتاعنا، ده قلب ربنا المسيح له كل مجد. عشان كده ورجعنا للقصة تاني، هنلاقي إن الأب ده عمل حاجتين. الوقت جري مننا النهاردة. الأب ده عمل حاجتين، رقم واحد وده اللي يهمنا قوي ونخلي بالنا خطة ربنا مع الخطائي، عمل خفي. رقم اتنين عمل ظاهري. إيه العمل الخفي؟ السطول ما الولد معاه فلوس مش هيرجع، فأبوه سابه لحد ما خلص الفلوس اللي معاه كلها. أول ما خلص الفلوس اللي معاه يقولك إيه، لما أنفق كل شيء حدث إيه؟ جوع. ما ممكن كان الجوع ده يجي قبل ما ينفق كل شيء، لك لا، بس كل حاجة ليها وقت عند ربنا، وخصوصا يتعامل مع الإنسانية ومع الإنسان بطريقة معينة عشان يرجعك، بس احنا مش فاهمين ده. يعني القصة ما بانتش ان الاب هو اللي عمل كده، هو اللي عمل كده، يقولك واما انفق كل شيء حدث جوع. الجوع ده حصل من مين؟ من مين؟ من الاب، من الاب. لما انفق كل شيء، ده التدبير الاب السماوي. لو حصل جوع معه فلوس ما كانش هيرجع. لما انفق كل شيء حدث جوع، بدأ يحتاج، كل ده الاب اللي رتبه.
علشان كده علشان يرد الولد. بعد كده يجي يقول لك ايه؟ والكل تركه. شوف حصل ثلاث حاجات في ايه واحده. رقم واحد كل فلوسه خلصت، ما كان الاب مستني. رقم اثنين حدث جوع. رقم ثلاثه راح لاصحابه محدش سال فيه. كل ده ربنا بيعمل ايه؟ بيحوطه. لان احنا ساعات ما بنفهمش دي. انت اول ما ربنا تبتدي فيه تجربه معينه تشتغل، فتيجي الثانيه وراها فالثالثه وراها تقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، هي ملطشه معايا ليه كده من كل حته؟ هو ربنا سابنا ليه؟ بالعكس، ده ربنا ما سابكش، ده ربنا عايزك. شوف عايزك ليه، شوف عايزك ليه. نفس الفكره دي النهارده دلوقتي وانا بقول افتكرت يونان النبي. شوف الدنيا اتلخبطت معاه ازاي ورا بعض. ايه ده، في ايه، في ايه، في ايه الحكايه؟ الحكايه ان ده تدبير الهي، تدبير سماوي. فكر بطريقه سمائيه، فكر بطريقه مسيحيه، فكر بطريقه المسيح بيفكر ازاي، ربنا بيفكر ازاي. الامور دي ما جاتش كده من 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 من, من لا لا، ربنا عايزك انت فكر في دي. كل ما الدنيا تلطش معاك ارجع لربنا، شوف ربنا عايزك ليه، قول له انا خاطي، انا جيت لك، انا زي الابن الضال. اوعى تفتكر بقى ان ربنا لا 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 انا مش عايزك، انت بعد ايه جاي لي؟ لا لا، مش ده الهنا. علشان كده الولد الشاطر قال ايه؟ اقوم وارجع الى ابي. لا، دي الحكايه بقى فيها حاجه، وانا هفضل كده لحد امتى؟ اقوم وارجع الان الى ابي. خدها في حياتك، خدها درس عملي. لما راح الولد يقابل ابوه لقاء لا يوصف، يبين لنا ايضا محبه الاب لينا والاب السماوي. والكلام ده قاله مين؟ ده قاله الابن المسيح لكل مجد. الابن الذي في حضن ابيه، الذي تجسد هو خبر. ايه علاقتنا بالاب والاب بيحبوك قد ايه؟ يجي بقى العمل الظاهري، مشاعر لا توصف. اول حاجه يقول لك لم يزل بعيدا راى ايه؟ ابوه. لم يزل بعيدا راى ابوه. الاب واقف كل يوم على الطريق ينتظره. ها هيجي؟ طب ما جاش، هيجي بكره. بس انا عارف ابني ده، تربيتي انا عارفه، واللي عملته فيه ده لازم هيتحن قلبه هيرجع لي تاني. لم يزل بعيدا راى ابوه كل يوم. وبعد لم يزل بعيدا رآه، الإنجيل النهاردة يقول كلمة غريبة جدا على ربنا. يقول إيه الأب ده؟ يقول لك ركض. ركض يعني جري، أسرع أسرع. مين اللي يجري؟ الصغير ولا الكبير؟ الخاطي ولا المخطئ إليه؟ لا، إحنا إلهنا كده. هو الكبير لكن هو اللي يجري لك. أنت الخاطي والخاطي في حقه، لكن هو اللي يجري لك عشان ياخدك. لم نسمع مطلقا ان ربنا جري. ده لما حب يعاقب ادم، لما ادم اخطا وحب يعاقبه، يقول لك ايه؟ سمع صوت الاله ايه؟ ماشيا. بس راح يعاقب. بس ربنا بطيء جدا في العقاب، وسريع جدا في المغفره والتوبه. يروح يعاقب يمشي، يروح يرحم ويديك هدايا يجري يركض. كان في قصه انا اي ثينك ما اعرفش ايه يعني صحيحه، ولا يمكن انتوا يمكن سمعتوها قبل كده، ما اعرفش حد عارف ولا حد كده، ما مش عارف. يقول لك كان يعني لا بتحكي تقريبا نفس الفكره يعني. يقول لك كان في ولد زعل ابوه، مشي وساب البيت، وبعد فتره طويله افتكر ابوه، حصل معاه نفس الابن الضال كده. فبعت لابوه جواب قال له انا عايز اجي، بس انا ما اعرفش انت عايش ولا مت، وما اعرفش انت هتسامحني ولا مش هتسامحني. انا علشان شكلي ما بقاش صعب، انا هاجي بالقطر وهنزل في المحطة بتاعتنا. إذا لقيت ملاية بيضة على الشجرة اللي قدام البيت، هعرف إنك أنت سامحتني وإنك أنت هتستقبلني. فلكن الابن ده وهو ماشي في القطر وصلت المحطة، بيبص بعينه من باب من شباك القطر، لقى كل الشجر اللي في المحطة واللي في البلد محطوط عليه إيه؟ ملايات بيضة. عشان يقول له أيوة أنا مستنيك، لازم ما تشوفش، لا اهو كل البلد بقت بيض عشان انا عايزك، انا عايزك في حضني مره تانية. دي يا اخواتي محبه الاب. يقول لك بعد كده ركض، بعد ما ركض يقول لك ايه؟ فوقع على عنقه وايه؟ وقبله. بدل ما تموته يقول لك لا قبله. يمكن قلت لكم مره قبل كده موضوع القبله اللي في العنق دي، يعني ما فيش شفناش حد قبل حد في عنقه، لكن دي ليها رمز. يقول لك ان الاب ده كان المفروض يموته لانه اخطا في حقه.
خلى شكله صعب، لكن بدل ما يموته ان تملي العنق دي اللي ورا دي تملي هي مطرح الذبح، لك بدل ما اذبحك لا انا ايه احبك، مطرح الذبح احبك. فوقع العنق وقبله. طب قبل ما تروح نظف نفسك. طب هيقبله الاب ده بريحته بمنظره، ده كان عايش مع الخنازير، ومنظره شكله ايه، هدومه شكلها ايه، ده واحد يعني كان بقاله قد ايه ما استحماش، شوف المنظر شوف الريحه. يقولك لا بس الابن ذكي جدا، يقولك لا السنة لو استنيت وافضل انظف نفسي مش رايح. ربنا يا حبيبي عايزك بعبلك كده، عايزك بكده، هو عايزك كده، هو عايزك زي ما انت. طب هتقبلني زي ما انا؟ يقولك ايوه انا عايزك زي ما انت. المثل ده لما المسيح قاله، قاله كان ليه؟ كان قبليه على طول كان قاعد مع ايه؟ مع العشرين والزناه، قاعد مع العشرين والزناه. فبدا الفريسيون كده بيقولوا ايه ده؟ مين اللي قاعد مع العشرين في الزناه؟ بدا يقول لهم ثلاث امثله، مثل الخروف الضال، الدرهم المفقود اللي ملهوش يعني لازمه، خروف من 100 ملهوش لازمه، ها ابن ضال ريحته وشكله ومنظره، شوف عمل معاه ايه؟ وقع على عنقه وقبله بنفس المنظر ده، بنفس المنظر ده. شوف بقى العطايا اللي اديها له، لبسوه الحلو الحله الاولى، لبسوه قبل الحته دي برضو فيه كده برضو افتكرتها، معلش هنتاخر شويه على حضرتك. يقول لك ايه، في مره كان في واحد رسام، فعيب بيرسم قصه الابن الضال دي، فهو بيرسم شكل الولد الضال ده لما رجع وبمنظره، عايز يستوحي الصورة دي من حد يكون بنفس المنظر ده، فعايز يشوف واحد كده يكون يعني منظره ما يتشافش عشان يديله الإيحاء بتاعه. فبدأ ينزل المدينة ما لقاش، بدأ بقى ينزل بقى الحواري الفقيرة والمناطق الفقيرة والحانات والمناظر والحتت الصعبة، لقى ولد منظره ما يتشافش من المناظر والوساخة و فقال له انا عايزك تجي لي بكره، انا عندي مرسم عايزك تجي لي بكره، وراح مدي لي فلوس وقال له جيت لي بكره، خلاص سيبي 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 سيبي، لو هتجي لي بكره هديك كمان فلوس اكتر. فده انبسط قوي، الواد فقير معدوم انبسط جدا. فالواد روح البيت فكر، قال وانا هروح للراجل بمنظري ده انا لازم اعمل ايه؟ انضف نفسي، ما انا خدت فلوس لازم اروح البس بقى، نظف نفسه ولبس فلوس ولبس لبس كويس وراح راح للراجل. فالراجل بص قال له ايه ده؟ قال انا منظرك، قال منظرك احلى ايه يا اخي؟ انت بوظت كل الايقونه، انا عايز الايقونه زي الابن الضال، زي المنظر ده، انا عايز المنظر ده، عايز الشكل ده. هو ربنا عايز الشكل ده. ما انت لو نضفت ممكن ما تجيش، ولو جيت هو مش عايز ابرار. هو جه لمين؟ للمرضى. هو جيل المرضى، جيل الاشكال دي، مع احترامي لحضراتكم، ايوه احنا اشكالنا كده، لان لو اشكالنا مش كده مش هنيجي الكنيسه. انا وانت نحكم على حد وندينه، نقول ازاي ده جاي؟ قالوا عيني. لكن ربنا لا، ربنا يستقبلك، لك انا عايزك زي ما انت، ما انا اخطيت. يقول لك هو كده وقع على عنقه. طب تعالوا كده بقى ايه، نشوف بقى اداله ايه. يا سلام، اول حاجه لبسوه الحله الاولى، ها اغسلوه. ايوه انت جاي كده بس انا اللي اغسلك، انت مش هتعرف تغسل نفسك، انا اللي اغسلك. الحله الاولى دي ايه؟ المعموديه، زي ما القداس الالهي يقول ايه، رد ادم الى ايه، ربته الاولى، هو اللي نظفه. ما ادم مش هيعرف يعمل حاجه، ادم مش هيعرف. وبعدين بعد كده رجعه، بعد ما رجعه ربته الاولى حط ايه، خاتم في ايده، ختم عليه. ختم عليه يعني ايه؟ يعني الروح القدس الذي فقده رجعه له تاني، ختم، ختم الاب. ايضا العجل المثمن ذبيحه، ذبح ابنه من اجلك. العجل المثمن ده شوف هو مثمن، مثمن ليه؟ اذا كان كل يوم عمال ايه يسمن فيه يكبره، ليه؟ عشان ابنه لما يجي. يبدو كان العبيد عارفين، يقول لك ايه، اذبحوا العجل المثمن، هو عجل مثمن، اذبحوا العجل المثمن ده. العبيد راحوا على العجل المثمن، هم عارفين هو ده بتاع الوقت، ده بتاعنا احنا، العجل اللي كل يوم بيجي على المذبح، المثمن اللي مليان بركات، رمز، رمز الجسد ودم المسيح. بعد الحله الاولى سر الاعتراف الختم، وروح القدس يرجع يتجدد فيك. رقم ثلاثه تاكل. طب اربعه يقول لك ايه، جاب الات الطرب وقال لهم ايه، ينبغي ان ايه نفرح. مين اللي نفرح؟ كلنا نفرح،
انا افرح. الاب نفسه دخل للفرح، دخل الاب نفسه النهارده معانا ليه؟ فرحان بينا وحزين على لسه بعيد. ليه؟ كان ابني ميت فايه؟ فعاش، وكان ضل فوجد. كل يوم تيجي في الكنيسه، كل يوم ابوك السماوي ينتظرك، كل يوم ياخدك في حضنه، كل يوم يعانق رقبتك المفروض كانت تتقطع، لكن لا، انا ابوك، انت حبيبي، انا ما اقدرش اعمل كده فيك. ازاي؟ ازاي اعمل كده؟ لا تخف ايها القطيع الصغير، فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. في ايه اكتر من كده نفهم ما مدى حب الاب السماوي لينا؟ ما تخافش. انت خايف من ايه؟ انت خايف من ايه؟ خايف من خطيه عملتها؟ لا، انساها، ده ربنا نفسه نساها، نساها، ما بقاش يذكرها. ليه انت بتذكرها؟ بتذكرها عشان انت لسه فيها. تو ارجع، ارجع، ارجع بفكرك، ارجع بقلبك، ارجع، هتلاقي ابوك منتظرك، يقول لك تعالى انا مستنيك لكي نفرح وايه ونصر. نفرح كلنا. مين اللي يفرح؟ السمائيين والارضيين والكنيسه والقديسين وكل الناس. الله قادر ان يعطينا نعمته وبركته لكي ما نفهم عمل الاب السماوي وابنه في تجسدنا. كل مجد دائم الى الابد، امين.